في إطار المسؤولية المجتمعية لمجموعة قنوات ام بي سي، بتقوم ام بي سي هوب أو ام بي سي الأمل بنشاطات مختلفة في عدد من الدول العربية، والعام الثاني على التوالي أقيمت جائزة بيت الحلم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ام بي سي الأمل، من أجل إلقاء الضوء على الجهود المبذولة في مجال رعاية الأيتام خلال عام 2017، وفازت بالجائزة جمعية تبارك كأفضل دار إيواء للأيتام. رحلة الجائزة ابتدت بجمعية وطنية لما فازوا بمسابقة أنت الخير، مسابقة ام بي سي الأمل اللي احنا متابعينها من 2013، والحقيقة هم كانوا من أحد الفائزين في فئة القضايا الإنسانية في عام 2015. الجائزة دي كان ليها يعني جائزة قيمة مادية أو مالية. جم جمعية وطنية وقالوا احنا عايزين نعمل مشروع له أثر اجتماعي مع ام بي سي الأمل. احنا النهارده موجودين في جمعية تبارك علشان هم فازوا بجائزة بيت الحلم، الجائزة الأولى. والحقيقة أنا النهارده بتفاجئت جدا لأنه الدار مختلف، النموذج مختلف تماما، مش زي الدوائر التانية اللي أنا زرتها قبل كده على مدار السنين اللي فاتوا. النموذج ده مبني على استمرارية، مبني على الأثر، مش مبني على أرقام. الدار هنا ابتدى في 92، سنة 92، وأخدوا تقريباً تحت رعايتهم 65 طفل. 65 طفل دول مشوا مشوار حياتهم كلها ولسه موجودين في الدار. فلما بنسلط الضوء على المؤسسات الناجحة والنماذج الناجحة، نقدر إن احنا نشجع هؤلاء الجمعيات، وفي نفس الوقت احنا نرفع من مستوى مؤسسات الأوائية بشكل عام. أنا مستشار لجنة تحكيم بيت الحلم. ليه؟ لأن أنا بمثل الشباب الأيتام. أنا أساساً تربيت في دار أيتام، ودلوقتي كمان عشان تبقى فيه مصداقية لجائزة بيت الحلم، فأنا دلوقتي بمثل الشباب الأيتام مستشار لجنة التحكيم عن فئة الشباب الأيتام. الهدف من الجائزة إن إحنا بنسلط الضوء على النماذج الناجحة من دور الأيتام والمؤسسات الإيوائية، وفي نفس الوقت كمان إن إحنا بنخلي دور الأيتام كلها كمان تتعرف ببعضها فيتبادلوا الخبرة. الجائزة ديت كمان بقى مش بس إن هي بتدي بس جائزة نقدية، وهو ده اللي بيحصل، إن الفايز بياخد جائزة نقدية، والأهم طبعاً منحة دعم فني. دعم فني يعني إن إحنا بندرب له من أول حتى المديرين لحد آخر الاستاف مع الشباب والأطفال اللي موجودين في الدار. بنعمل كمان ملاحظة كمان للمكان عشان نقوله على نقاط القوة والضعف اللي في المؤسسة. أنا شايف أهم معيار إحنا محققينه عندنا اللي هو الرعاية المتكاملة، سواء للأولاد اللي لسه موجودين رعاية شاملة في بيت الحمد، أو للولاد الكبار اللي أوريدي خارج بيت الحمد دلوقتي بس بيتمتعوا بالرعاية اللاحقة. العلاقة بيننا وبينهم علاقة منفعة متبادلة. عايزني أكون أهلك وفي ظهرك، لازم تكون كويس وتلتزم باللي أنا بقولك عليه. عملت كده يبقى انا معاك. عندك مشكله ماديه هحلها لك، عندك مشكله شخصيه مع مراتك او لو البنت مع جوزها هحلها لك. فالولد او البنت شايف ان في منفعه بياخدها من عندنا هنا، وبالتالي بيرضخ وبيتجه وبيسمع النصيحه بتاعتنا. كانت دي اهم جزئيه مخليه الولاد والبنات طالعين واثقين جدا جدا من نفسهم. فبقى عندنا دلوقتي بنات فاتحين اسر وعندهم ولاد وطفل واثنين، ومتجوزين من اسر عاديه جدا. يمكن حالتين بس عندنا اللي متجوزين من جمعيات اخرى. ولما البنات دي دخلت في اسر نتيجه اسلوب التربيه اللي كان موجود في البيت، ان هو ده ان انت ماشيه على عادات، ماشيه على تقاليد، ماشيه على اسلوبنا، ماشيه مش ان انت بتتعاملي على انك في جمعيه. فالبنات دي الحمد لله ناجحين، ويمكن فاتحين بيوت بقى لهم 8 سنين، وعندنا بدل الحفيد تقريبا وصلنا لحوالي 27 حفيد. مرتبطه جدا بالمكان، بحبه وفي كل حاجه. فعلا ما ينفعش ان هو يتقال عليه دار او ان هو يتقال عليه اي لفظ تاني زي مثلا ملجأ او اي حاجه، ان هو ما
هو مش كده خالص، هو فعلا بيتي. البيت ده في من اول المدير لغايه اصغر حد كله بيشتغل على انك انت تكون انسان سوي، او انك تكون حد ناجح في حياتك، بيفضل وراك في كل حاجه. انا متزوج وعندي طفله ولغايه دلوقتي انا بعول الحمد لله، ولغايه دلوقتي برضو وقت ما بحتاج اي حاجه لازم برجع هنا. فكره حلوه جدا موضوع بيت الحلم، لان هو فعلا بيغير فكره في المجتمع، مش فكره صحابنا بس، فكره في دماغ كل حد، حتى في الاسر. ومثلا يجي يتقدم لي عريس ويعرف ان انا مثلا من دار، انا ممكن يكون ما فيش غلطه، ممكن اكون احسن من اي بنت عندها اهل، بس الفكره نفسها او خضت ان انا من دار. وحلمي السنه خلال السنه دي او السنين الجايه ان شاء الله اني انا احاول ادخل كورسات تمثيل، وإن شاء الله حد يكتشفني.